والآن وقفة اقتصادية من نشرة التاسعة. فاطمة خليل والتفاصيل. فاطمة، شكرا محمد، شكرا أميرة، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. وقعت مصر وشركة يازاكي اليابانية الحاصلة على الرخصة الذهبية من مجلس الوزراء عقود الأرض المخصصة لإنشاء أول مصنع أجنبي بالكامل في أول منطقة استثمارية حرة بمحافظة الفيوم باستثمارات تقدر ب 30 مليون يورو. يأتي توقيع العقود في إطار الجهود الحثيثة من الدولة للنهوض بكافة الفرص الاستثمارية الواعدة على أرض محافظة الفيوم وتوطيد أواصر التعاون المثمر بين مصر ومختلف دول العالم وفتح مجالات جديدة للاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد. المشروع ده هو باكورة انتاج يعني اللجنة العليا للاستثمار اللي اطلقها فخامة رئيس الجمهورية، ودلوقتي اللجنة دي اطلق من خلالها 22 تعديل او قرار، تم اضافة طبعا تسهيلات كبيرة لصالح المستثمرين، فبندعو كل المستثمرين على مستوى العالم ان هم يستثمروا في كل محافظات جمهورية مصر العربية. النهاردة المشروع ده يمكن حصل على الرخصة الذهبية، وده كان من اول 8 مشروعات. اجتمعت لجنة بقيادة طبعا دولة رئيس الوزراء وأطلقت الرخصة الذهبية لهذا المشروع عشان نكتب تاريخ جديد في الاستثمار في مصر، وهو أحد المشروعات الهامة اللي بتشتغل على تصنيع طبعا مهمات خاصة بالسيارات في اللي هي الوصلات الكهربية والضفيرة الكهربية. بننسق دلوقتي مع كلية الهندسة جامعة الفيوم ومع مع وزارة التربية والتعليم، تحديدا مع التعليم الفني في وزارة التربية والتعليم، انه احنا يبقى فيه بروتوكول تعاون، لانه تبقى المناهج بتاعت المدارس الفنية بيتم تجهيزها لانها تلبي احتياجات شركة يازاكي. أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقيع عقد تخصيص أرض بمساحة 30 ألف متر مربع لشركة توريشيما اليابانية لإنشاء مركز تجميع وصناعة وتوريد وصيانة مضخات المياه الضخمة اللازمة لبعض الأغراض الصناعية والمدنية لمحطات معالجة الصرف الصحي وتقنية وتحلية المياه. بيستهدف التعاون في هذا المجال بين الطرفين أن تستثمر شركة توريشيما ما يصل إلى 5 ملايين دولار لإنشاء أحدث مركز خدمة للمضخات العملاقة وتوطين صناعة قطع الغيار لخدمة السوق المحلية. أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه من المتوقع أن تصل استثمارات حقل ظهر للغاز إلى 15 مليون دولار خلال السنوات الثلاث القادمة. أضاف بيان لمجلس الوزراء أن الحقل يعمل بأعلى كفاءة وبكامل طاقته الإنتاجية، وأنه لا صحة لوجود مشاكل تقنية بالحقل تسببت في تراجع الطاقة الإنتاجية للحقل من الغاز الطبيعي مما يهدد بخروجه من الخدمة. وأوضح البيان أنه تم دخول 19 بئرا على الإنتاج، بين ما يجرى حاليا حفر البئر العشرين باستثمارات تقدر ب 70 مليون دولار. في أسواق البترول العالمية عززت أسعار النفط مكاسبها مع ترقب المستثمرين لمزيد من رفع أسعار الفائدة من البنكين المركزيين الأمريكي والأوروبي لتصل عقود برنت إلى أعلى مستوى في 3 أشهر. ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى مستوى 1.5% لتصل إلى 83 دولار و10 سنتات للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ 25 في أبريل الماضي. كذلك قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى مستوى 1.5% لتصل إلى 79 دولار للبرميل. وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.89% لتصل إلى $2.79 للتر. كما انخفضت كذلك أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 26% لتسجل نحو $2.71 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. تصدرت الأسهم الإسبانية الخاسرين بين البورصات الأوروبية بعد انتهاء الانتخابات العامة في البلاد دون فائز واضح، وهو ما أثار القلق بين المستثمرين. هبط مؤشر الأسهم الإسبانية 1.1% مسجلا أدنى مستوياته في نحو أسبوع، كما انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 2.2%.
مشاهدينا نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لمحمد وأميرة لاستكمال ما تبقى من التسعة. شكرا لك فاطمة.